من الأساليب والحيثيات والاعتبارات حقيقة تجعل من هذه المباراة لكننا نتمناها كرة قدم. وهنا الآن خلع تبري يحاول جول جول مبكر لذبآهن أصفهان عن طريق محمد غازي، هدف في الدقيقة 30 وين الدقيقة أمام الشباب السعودي في لقاء عربي خليجي خالص. ولا كرة كاسترو في 4 دقائق ذبآهن أصفهان. آه يا نصر إيغور كاسترو البرازيلي الذي سجل هدفا في مرمى الهلال هناك ذهابا وأخرجه من البطولة الآسيوية، يفعل ذلك الآن هذا البرازيلي وهو يسجل. لاحظ خلع تبري أرسل كرة من ركلة الزاوية، بصراحة غريبة يا برناوي، غريبة يا عبد الله عنزي، كم ممكن تطلع؟ غريبة يا عمر هوساوي وماكين، 4 في الدفاع وكلها ضاعت، كانت تعيد على الأقل الأمور إلى نصابها. الكرة عادت من جديد لمصلحة خيري شاهين، يرسل لك كرة الثالث لأن ترسل بدر مطوع، جول جول، برافو يا بدران، يا سلام يا بدر، الله. يحاول من خلالها هجوم ذبهان تصبح خطيرة على دفاع النصر، أي كرة تبدو خطيرة، نعم أي كرة تبدو خطيرة. جول رابع لذبآهن أصفهان من مسافة بعيدة، مسافة تصل إلى 35 متر، نجح حقيقة اللاعب. خيري شاهين يسجل هدف ينجح في إنهاء المباراة. انتهت المباراة في الدقيقة 63، البرازيلي ونجم فلامينغو